المشاركين في الندوات كانوا على أعلى مستوى المهنية و القدرة على التحليل. وعلشان كده الحقيقة أنا شايف أنه مثل هذه المؤتمرات بالطريقة دي مفيدة للغاية في شرح وطرح موضوعات تمس بالأمن والاستقرار ومستقبل المنطقة. جلسة اليوم تناولت الإدارة الأمريكية الجديدة بعد الانتخابات وتوجهها بنحو المنطقة، هل ستلتزم بتعهدات الإدارة السابقة بالذات فيما يخص الملف الإيراني؟ بعض المتحدثين قالوا أن ليس فقط التزام أمريكي، هناك التزام أوروبي والتزام صيني وروسي، يعني الاتفاق النووي ليس اتفاق أمريكي إيراني فقط، ولكن هو اتفاق يضم الدول الخمس، وبالتالي من الصعوبة التخلي عن مثل هذا الاتفاق من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة. شيء آخر أيضا مسألة سوريا والعلاقة الروسية الأمريكية، هل ستتجه نحو التعاون خصوصا في ظل تصريحات ترامب الودية نوعا ما تجاه بوتين؟ موضوع الإرهاب كذلك موضوع يعني الجلسة الأخيرة في هذا الملتقى، وكذلك يعني كان من المهم أن يتم تقييم سياسات مكافحة الإرهاب. دول العالم بعد عقدين تقريبا من مواجهة الإرهاب في العالم يجب أن يقف ويقيم سياساته ونتائج مكافحة الإرهاب في العالم. هل الإرهاب أصبح أقل؟ هل أصبح أخطر؟ هل أصبح الإرهاب بحاجة إلى تغيير أدوات مواجهته؟ أنا أعتقد هذه الأسئلة كانت مهمة جدا وضرورية من أجل أن تطرح في مثل هذا المحفل الكبير. وأعتقد فعلا نحن بحاجة أن نعمل أكثر لمواجهة الإرهاب الذي هو يتغير ويتطور في شكله وفي يعني ضربة للمجتمعات المدنية كلها.